الهالوين، عيد الهلع. كل سنة في آخر شهر أكتوبر بيحتفل ملايين من الناس في العالم بعيد الهالوين، وخصوصا في الدول الغربية، ومؤخرا بقت في معظم الدول العربية. بيلبسوا ملابس مخيفة وبيحطوا ماسكات مخيفة، بيزينوا البيوت وبيوزعوا حلوى على الأطفال. طيب إيه هو عيد الهالوين؟ إيه هو الأصل التاريخي لعيد الهالوين؟ وإزاي بيحتفلوا بيه؟ ده اللي هنعرفه النهاردة مع بعض في الفيديو ده، خليكم معي. بيرجع الأصل التاريخي لعيد الهالوين للعصور القديمة في جزر أوروبا، اللي هي حالياً بريطانيا وأيرلندا وفرنسا، وكانوا بيحتفلوا بمهرجان كل سنة اسمه مهرجان سماهين، ومعناه اللي هو انتهاء موسم الحصاد وبداية سنة جديدة. وكانوا بيعتقدوا في اليوم ده إن الأرواح بتعود وتختلط مع عالم الأحياء. ليه؟ لأنه كانوا بيعتقدوا إن الحجاب اللي ما بين عالم الأرواح وعالم الأحياء بيكون شفاف، زي ما بنشوف كده في أفلام الرعب. وبعد انتشار الديانة المسيحية، رجال الدين دمجوا الاحتفالات ومظاهر الاحتفالات بعيد الهالوين ده بعيد القديسيين، عشان يحدوا من الاحتفالات والمظاهر المخيفة دي. بيحتفلوا بيه إزاي بقى؟ في ناس بتلبس أزياء مخيفة وبيحطوا ماسكات مخيفة، وناس تانية بيعملوا مكياج مخيف على وشوشهم، لكن الكل أو أغلب الناس بتعمل تزيين لبيوتها، بيجيبوا الحلوى ويوزعوها على الأطفال، وبيولعوا الشموع في المقابر، وكمان بيستخدموا حاجة اسمها فانوس جاك فان. جاك فان ده عبارة عن فاكهة اليقطين أو القرع العسلي زي ما احنا بنقول، بيفرغوها من الداخل ويرسموها ويفحروا عليها ويرسموا عليها شكل الوش الشيطان، ويولعوا جواها شمع. أما البنات فزي ما احنا متعودين وعارفين فليهم دماغ تانية وليهم تقاليع تانية خالص. كانوا بيجيبوا التفاح ويقشروه ويخلوا القشرة كلها متصلة، ويرموا القشرة دي على اكتاف بعض، والحرف اللي هيكونه القشرة دي هو بيكون الحرف الأولاني من اسم زوجها في المستقبل. والنبي يا أختي ما كانش حد غلو. ومع بداية القرن ال19 وهجرة عدد كبير من سكان أيرلندا لأمريكا، واختلاطهم بالسكان الأصليين لأمريكا هم الهنود الحمر، طبعا للهالوين خد التاتش الأمريكي، وقعد يتطور مظاهر الاحتفال بيه شوية بشوية بشوية لحد ما وصلنا للاحتفالات اللي احنا بنشوفها دلوقتي. مكياج وأزياء مرعبة وموسيقى صاخبة وحاجات ممارسات غير أخلاقية بالمرة. والمصيبة الأكبر إن عدد كبير من الشباب في الدول العربية بقوا بيحتفلوا بالهالوين، وبقوا بيمارسوا فيه ممارسات كتير غير أخلاقية، والموضوع كله تقليد أعمى للغرب.